هو هيختار اكيد هو قراره، بس انا هنصحه يروح الزمالك. ايه الدافع اللي هيخليه؟ انا كان عندي دافع او عندي سبب، ما كانش ولا هو السبب ان انا شايف ان الاهلي احسن من الزمالك خالص، ولا كنت شايف السبب كان سبب مادي، لان قيمه العقد بتاعت الاهلي كانت اقل حتى من النادي المصري اللي انا كنت فيه، وكان فقط لا غير ان انا يكون عندي الفرصه الاكبر ان اكون موجود في منتخب مصر. فلا طبعا انا يعني هديله رايي وهقول له لا تروح المكان اللي انت تربيت فيه، وما عندكش اي اسباب تخليك تروح اي مكان تاني. يعني هو اولا من وانا صغير، من وانا بلعب في الاكاديميه بتاعت بابا، بدات كلاعب كوره بلعب، ما كنتش بقف جول، ما كنتش بحب اقف جول، كنت لعيب عادي بس كنت جول احسن شويه. ولما جه الوقت اللي انا لازم اروح نادي او لازم اروح العب فريق كويس، بابا قال لي عايز تلعب في الزمالك او الاهلي؟ قلت له طبعا الزمالك. قال لي ليه؟ ما كانش عندي سبب معين، بس اللي هو انا بحب النادي، يعني بحب النادي من وانا صغير وعليه انتماء خاص عشان هو كمان زملكاوي ولازم اطلع، يعني مش لازم بس اللي هو بتبقى احسن لو طلعت زيه. لحد دلوقتي مثلا لو حد مثلا نزل لي بوست اللي هو احمد نادر سيد ابن الكابتن نادر اللي بيلعب في الزمالك وكده، لازم لو شفت الكومنت مثلا تلاقيهم كلهم ابن كان بيلعب في الزمالك وراح الاهلي، الكلام ده لازم يتقال. هو ده جمهور مصر، هو ده اللي هيحصل، مفيش كلام فيها. بس في الاول والاخر هو زملكاوي وانا زملكاوي، العيله يعني كلنا بنحب الزمالك. يعني هي اكيد اضافت لبابا بطولات وكل حاجه، بس انا ما اعتقدش ان انا هعملها، عشان هو ما حبش الفتره دي خالص ومش ندم عليها. بس اللي هو ما ينفعش نركن الاهلي فريق كبير طبعا، بس انتمائي للزمالك ما يخلينيش اللي انا عايز اروح العب في الاهلي حتى لو الزمالك مش عايزني.